أهلا بكم إلى أسبوع الصحافة، وهذه أبرز العناوين. العربي الجديد: مخاوف من التوظيف السياسي لتفجيري بغداد. القدس العربي تنقل عن مصدر عراقي: هناك مقابر جماعية في ناحية جرف الصخر. وتتساءل الجريدة الكويتية: محركات بايدن الخارجية تعمل، فماذا سيبقى من إرث ترامب؟ وفي تقرير للرؤية العمانية: علماء يؤكدون تغير التركيبة الجينية لكورونا قد تعني أنه في طريقه للزوال نهائيا. من المقالات يكتب علي ضياء الدين في الزمان العراقية: الأكاذيب لن تعيش طويلا. ويكتب حماد مشعان في الأنباء الكويتية: كورونا والفوضى الخلاقة. التفاصيل بعد الفاصل. قالت صحيفة العربي الجديد إن هناك مخاوف من التوظيف السياسي لتفجيري بغداد، حيث الأصوات التي بدأت تحاول أن تضفي صبغة سياسية من أجل تصفية الحسابات والخلل الأمني الكبير. وفي عنوان آخر للعربي الجديد: خلافات الموازنة تهدد بتقسيم العراق إلى أقاليم، حيث يؤكد سياسيون ومراقبون أن التلويح بورقة الأقاليم في البلاد أصبح نهجا موسميا. ويقول جواد الجياشي أحد زعماء العشائر في محافظة المثنى: نحن كعشائر لم نخول السياسيين والبرلمانيين للحديث باسمنا، لأننا فقدنا الثقة بالقوى السياسية بعد أن غلبت مصلحتها الخاصة على مصلحة الجماهير ونهبت مليارات الدولارات. نقلت صحيفة القدس العربي عن مصدر عراقي قوله: هناك مقابر جماعية في ناحية جرف الصخر، متهما ميليشيات تتواجد في العراق بتحويل الناحية لمقابر جماعية بعد اعتقال الناشطين والمناوئين للوجود الإيراني في العراق والذين يرفضون بقاء الميليشيات الخارجة عن القانون. أوضحت صحيفة المدى العراقية أن 4000 موقع عشوائي في العراق يسكنها ما يقرب من 3 ملايين شخص، حيث برزت مشكلة المساكن العشوائية والمناطق الزراعية التي انتشرت في معظم أرجاء بغداد. نقلت صحيفة المراقب العراقي اعتراف وزارة التخطيط العراقية بارتفاع معدلات التضخم بسبب فشل الحكومة في إدارة الملف المالي في ظل موازنة سنوية سخرت لخدمة الأحزاب المتنفذة، تاركين المواطن العراقي يعاني من شظف العيش. قالت صحيفة العرب اللندنية إن السوق العراقية وجهة تجار إيران للهروب من العقوبات الأمريكية، وتتزايد المؤشرات على أن خطة إيران الوحيدة لمكافحة العقوبات الأمريكية هي استغلال موارد العراق لتخفيف العقوبات. في الشأن الدولي، تتساءل صحيفة الجريدة الكويتية: محركات بايدن الخارجية تعمل، فماذا سيبقى من إرث ترامب؟ حيث عمل الرئيس بايدن منذ الأيام الأولى لولايته على تأكيد القطيعة مع السياسة الخارجية الأحادية المتشددة، وذلك بعودته إلى اتفاقيات دولية، لكن في المنافسة مع الصين يبدو أن استمرارية السياسة السابقة لترامب هي التي ستحكم المشهد. أكدت صحيفة الخليج الإماراتية أن موسكو وواشنطن نحو تمديد معاهدة نيو ستارت النووية ل5 سنوات، ويعد هذا التمديد ضروري أكثر عندما تكون العلاقات بين أمريكا وروسيا متوترة كما هي الآن. وتتساءل صحيفة الرؤية العمانية في تقرير لها: علماء يؤكدون تغير التركيبة الجينية لكورونا قد تعني أنه في طريقه للزوال نهائيا. ويساور القلق العديد من مسؤولي الصحة حول العالم، لا سيما وأن هذه السلالة يبدو أنها أكثر قدرة على التفشي. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
في زاوية مقالات يكتب إبراهيم الزبيدي في العرب اللندنية: التغيير الممكن في العراق حقيقة أم خيال؟ ويرى الزبيدي أنه ما دامت إيران هي الحاكمة بأمرها والحامية لجحافل التفجير والاغتيال والاختلاس، فلن تستطيع أي قوة محلية أيا كانت أن تخرج الوطن من بئره المظلم. ويكتب علي ضياء الدين في الزمان العراقية: الأكاذيب لن تعيش طويلا. يقول الكاتب: في العراق الناس لم تفلت من الكذب والخديعة والمتاجرة على مدى 17 عاما بأصناف مبتكرة لجهلة طارئين على السياسة، خدعوا البسطاء من الناس وضربوا لهم وعودا زائفة بمستقبل زاهر ينتظرهم في اليوم الثاني من الانتخابات. ويكتب صادق ناشر في الخليج الإماراتية: العراق الجريح. يقول الكاتب: التفجير الذي استهدف سوقا شعبية وسط العاصمة بغداد شكل انتكاسة وجاء في ظل ظروف استثنائية يعيشها العراقيون من جراء استمرار الاحتقان السياسي، ومكمن الخوف أن البلاد لا تزال غير قادرة على التعافي من تداعيات الاحتلال الأمريكي والتي لا تزال تلقي بمآسيها على العراقيين. ويكتب حماد مشعان في الأنباء الكويتية: كورونا والفوضى الخلاقة. ويعتقد الكاتب أنه بمعزل عن نظرية المؤامرة والتشكيك، هناك من يعتبر أن ما يحدث هو أحد أشكال الحروب، بل هي حرب عالمية ثالثة، فالحروب الاقتصادية أشد ضراوة، وهناك دول عظمى هي من تدير المشهد بمعزل عن باقي الحكومات. سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة بعد قليل من عمان الدكتور عبد الرحيم الكويسي، أستاذ القانون الدولي. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا على حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من عمان الدكتور عبد الرحيم الكويسي، أستاذ القانون الدولي. مرحبا بك دكتور عبد الرحيم إلى هذا الحوار. تحياتي لكم أخ حسان ولمشاهدي القناة. أهلا بك. دعنا دكتور نبدأ من تفجيري بغداد، حيث فوضى السلاح لا تزال قائمة في العراق، وصار من الصعب على الحكومة العراقية التحكم بمساراتها ومآلاتها، والخشية أيضا من أن تنفلت الأوضاع إلى ما هو أسوأ. برأيك ما المصير الذي ينتظره العراق جراء عودة التفجيرات وفقدان الأمن والأمان؟ تفجيرات الخميس الدامي توصلنا إلى التساؤل: من الفاعل الأصلي ومن الشريك والمحرك؟ من الذي استفاد من هذه الجريمة النكراء؟ الضحايا أو الشهداء معروفون، طبقة الكادحة التي تعيش قوت يومها، والمجرمون كثر. أجهزة الاستخبارات على كثرتها لم تقدم دليلا ماديا عن المسؤول عن ارتكاب هذه الجريمة. نسمع تصريحات كثيرة لا تقدم ردا شافيا، ونسمع عن إقالات لمسؤولين أمنيين أو تنقلات فيما بينهم، في حين أن هذه المجموعة هي المسؤولة عن الأمن وهي من يوجه إليها الاتهام. مع كل الأسف يعني أستطيع أن أقول أن الأمن لم يتوافر ما بعد 2003. نسمع عن الاغتيالات الكثيرة، عن الاعتقالات، كل ما في الأمر أن الحالة الإعلامية ظهرت بوضوح بعد هذه الجريمة لأسباب تبدو واضحة جدا. نعم، هناك أيضا دكتور مخاوف من التوظيف السياسي لتفجيري بغداد، حيث الأصوات التي بدأت تحاول أن تضفي صبغة سياسية من أجل تصفية الحسابات فيما بينها والخلل الأمني الكبير. برأيك من المستفيد من هكذا توظيف سياسي؟ الجماعات الحاكمة تبارت هذه المجموعات، وهي تحيل أو تكيل التهمة إلى دولة بعينها من الدول الجوار أو إلى طائفة معينة من الطوائف، وهي تقول مرة ألقينا القبض عليهم، هم من الموصل في نقاط معينة، لماذا من إذن التوظيف السياسي موجود لهذه المجموعة وهي مقبلة على الانتخابات، حتى تقول نحن مستهدفون وبالتالي نحن من يحمي العراقيون أو يحمي هذه الطائفة أو تلك من أن تستهدف
من قبل هذه المجموعات التي تتولى عملية التفجيرات. إذا التوظيف السياسي وارد من خلال الكلمات التي تلقى هنا وهناك وإلقاء التهمة على هذه الدولة أو على هذه الطائفة أو تلك. نتحول إلى موضوع الموازنة، حيث هناك خلافات في الموازنة تهدد بتقسيم العراق إلى أقاليم، حيث يؤكد سياسيون ومراقبون أن التلويح بورقة الأقاليم في البلاد أصبح نهجا موسميا. هل مشروع تقسيم العراق بات في الأفق؟ هو فكرة التقسيم لم تكن حديثة، نحن نعرف خصوصا بعد استلام بايدن للحكم هو صاحب مشروع تقسيم العراق إلى ثلاث كانتونات أو ثلاث كيانات، وبين فترة وأخرى تطرح هذه تطرح بعض المجموعات الحاكمة أننا نريد إقليما في الأنبار، نريد إقليما في البصرة، نريد إقليما في الموصل، لا تتحدث كثيرا. لكن خلافات الموازنة ليست هنا، خلافات الموازنة تكمن في هذه القروض الضخمة التي تحاول هذه الحكومة للحصول عليها. لماذا؟ للحصول عليها لتوفير المرتبات ليس إلا. إذن لا توجد موازنة استثمارية، لا توجد مع هذه المليارات، مع أكثر من 3 مليون برميل يوميا ينتج العراق، مع سعر لم يقل عن 50 دولار، وبالتالي لماذا هذه المليارات أو هذه الموازنة الانفجارية الكبرى التي تساوي ميزانية 4 دول عربية، ولا نسمع أن هناك مشكلة في المرتبات، مشكلة في البنى التحتية؟ لماذا إذن هذه المجموعة الحاكمة مع كل الأسف لها سند دولي، مع كل الأسف أقول لها سند دولي، وهم يعرفون جيدا أن هذه المجموعة التي تحكم هي غارقة في الفساد المالي والإداري من أخبص قدمها إلى قمة رأسها. نعم، يقول أحد زعماء العشائر في محافظة المثنى جواد الجياشي: نحن كعشائر لم نخول السياسيين والبرلمانيين للحديث باسمنا لأننا فقدنا الثقة بالقوى السياسية بعد أن غلبت مصلحتها الخاصة على مصلحة الجماهير ونهبت مليارات الدولارات. إلى ماذا يؤشر فقدان العشائر العراقية للثقة بالحكومات التي جاء بها الاحتلال الأمريكي؟ وهل أدرك العراقيون حجم الخداع الذي وقعوا فيه طيلة السنوات العجاف؟ الثقة مفقودة بين الشارع العراقي ومن يحكمون، وهذه الثقة ليست من اليوم، فقدان هذه الثقة وخصوصا العشائر، طبعا العناصر الحاكمة تتعكس بين فترة وأخرى على العشائر، وهم العشائر المعروفين، العشائر ذات التاريخ المشرف التي قاومت الاحتلال البريطاني ثم الاحتلال الأمريكي، لكن من خلال الأموال التي تضخ من قبل الحكومات المتعاقبة ما بعد 2003 أروا بعض النفوس الضعيفة منه، لكن وضحت الآن الصورة أكثر خصوصا بعد الاغتيالات لعشائر الناصري، وبالتالي هذه العشائر الآن هي ستكون خط الدفاع الأول لحماية المتظاهرين وحماية وبالتالي أنا أستطيع أن أقول لا توجد ثقة بين الشارع العراقي بعشائره وغير عشائره والسلطة الحاكمة. دكتور، تشير مصادر إلى أن هناك مقابر جماعية في ناحية جرف الصخر بعد اعتقال الناشطين والمناوئين للوجود الإيراني في العراق، والذين يرفضون بقاء الميليشيات الخارجة عن القانون في العراق. كيف تقرأ المشهد من الناحية القانونية؟ مع الأسف هذه مرات عديدة ونحن نقول أن منطقة جرف الصخر تحوي كثير، الذين اعتقلوا في الرزازة والذين اعتقلوا في الصقلاوية اقتيدوا إلى هذه المنطقة، وهذه المنطقة لا يستطيع أحد الوصول إليها. نحن نعرف أن رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي طلب من هذا العاملي أن خصوصا العشائر الجنابيين كلهم في منطقة جرف الصخر أن يذهب عدنان الجنابي، ومجموعة منهم قال الأمر ليس بيدنا وإنما بيد إيران، وإيران ترفض أن وقد حاول وزير داخلية سابقا وهو من بدر محمد الغبان أن يذهب واعتقل هناك. إذا منطقة جرف الصخر منطقة عمليات خاضعة لإيران، والعناصر الولائية لإيران في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول
يجب ان تدول هذه المنطقه، ويجب ان تكون هناك منظمات حقوق الانسان، ويطلب من مجلس الامن عقد جلسه طارئه لارسال مجموعه معينه الى هذه المنطقه لكي نعرف مدى الدمار ومدى الخراب ومدى القتل الممنهج في هذه المنطقه من كل المناطق التي قيل بين قوسين انها تم تحريرها. هذه المنطقة إيرانية بحتة، والعناصر المتواجدة فيها عناصر مسلحة، بل وحتى هناك سلاح ثقيل موجود بإمرة إيرانيين وعناصر ولائية. طيب، هناك تساؤل يتحدث عن التغيير الممكن في العراق، هل هو حقيقة أم خيال؟ وأنه ما دامت إيران هي الحاكمة بأمرها والحامية لجحافل التفجير والاغتيال والاختلاس، فلن تستطيع أي قوة محلية أيا كانت أن تخرج العراق من بئره المظلم. في ظل الواقع الحالي، هل التغيير في العراق حقيقة أم خيال؟ هو لا نستطيع أن نقول خيال، لأنه لابد من التفاؤل، لابد، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر الحال على، نحن نعرف خصوصا بعد ثورة تشرين وثورة الشباب والتي حاول إخمادها والنار تحت الرماد في تصوري. إذا المسألة تكمن في المدى الزمني للمستقبل، المدى الزمني للمستقبل الذي سيقوم أركان هذه العملية السياسية بعد أن وصلت إلى طريق مسدود، فهي عملية عرجاء، عملية لا أثر لها في مواجهة المواطنين العراقيين. إيران طبعا لا تريد أن تضحي، لكن إيران في المستقبل القريب إذا ما كانت تقايض هذه المجموعات بالمفاعل النووي لها بانتخاب المفاوضات القادمة، في تصوري أن هذه المجموعات عندما ينهار السند أو الظهير لها تنهار، وبعد ذلك الجماهير التي انتفضت في كل محافظات العراق ستعود مرة أخرى هذه الجماهير إلى الشارع، والشارع هو الذي سيسحق هذه المجموعات المرتبطة بإيران والتي جاء بها الأمريكان بعد 2003. في ذات السياق، يرى محللون أن مكمن الخوف يتمثل في أن العراق لا يزال غير قادر على التعافي من تداعيات الاحتلال الأمريكي، والتي لا تزال تلقي بمآسيها الكثيرة على العراقيين، حيث لم تستطع كل الحكومات المتعاقبة في أن تنجز شيئا يعيد العراق إلى حاضنته العربية، والتخلص أيضا من إرث المحاصصة المذهبية التي صارت عنوانا لمرحلة ما بعد الاحتلال. كيف تقيم المشهد برأيك؟ وكيف يمكن أيضا إعادة العراق كوطن مستقل الإرادة كما يطالب الناشطون والمتظاهرون؟ العراق بعد 2003 مشروع أمريكي، والأمريكان لم يتخلوا عن هذا المشروع، وبالتالي حتى الموافقات الدولية على هذه الحكومات المتعاقبة كان بإرادة أمريكية في هذه الحالة، والإرادة الأمريكية لا تريد للعراق، لا الإرادة الأمريكية ولا الإرادة الإيرانية، لا تريد العراق أن يقترب من الجوار العربي وأن يكون له دور في الساحة العربية وأن يرتقي إلى عملية سيادة. العراق مسلوب السيادة، القرار مستلب، لا قرار عراقي بحت، وإنما قرار مجموعة معينة ثمرت بأوامر الأمريكان وأوامر الإيرانيين في هذه الحالة، وبالتالي المستقبل أظلم بهذه الحالة في تطوري، لأنه حتى الدول العربية لم تقدم خيارا للشعب العراقي، وإنما قدمت المساندة للحكومات العراقية المتعاقبة، وهي تعرف جيدا أن هذه الحكومات مرتبطة ارتباطا كليا بإيران، وبالتالي هذا الشارع العراقي يعتب كثيرا على الدول العربية، لماذا لم تقفوا مع شعب العراق ووقفتم مع حكومات فاسدة وحكومات مرتبطة بإيران، لكن المستقبل دائما للجماهير التي تنزل إلى الشارع يكون لها زوي كما كانت بداية ثورة تشرين. ننتقل دكتور إلى الشأن العالمي. أمريكا بايدن تريد استعادة موقعها، لكنها تواجه تحديات ملحة في مواجهة الصين وإيران وروسيا، ومن هذه التحديات إعادة ترميم القيادة الأخلاقية والعالمية للولايات المتحدة الأمريكية. ما طبيعة هذه التحديات التي ستواجه إدارة بايدن الجديدة؟ إذا استطعنا أن نقول أن أمريكا دولة مؤسسات، وبالتالي عندما يغادر ترامب
ويجي يأتي بايدن ورث أزمة صحية وأزمة اقتصادية كبيرة، والأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية ترمي بثقلها كثيرا. إذا ترميم البيت الداخلي أولا ثم بعد ذلك البيت الدولي، وبدأت الأجهزة الأمنية ما بين روسيا وما بين أمريكا لتمديد معاهدة النيو ستارت النووية لخمس سنوات أخرى. أنت تعرف جيدا كان أن أمريكا الآن تعاني كثيرا، تعاني كثيرا في مواجهة التنين الصيني، أن تعرف أن الصين الدولة الوحيدة اللي مع جائحة كورونا معدل النمو كان 5.6، في حين كل دول العالم الآن تعاني من أزمة اقتصادية، وستستمر هذه الأزمة الاقتصادية إلى ما لا يقل عن خمس سنوات قادمة في هذه الحالة. إذا الصين وروسيا والهند هذول المجموعات التي كان لها دور في مواجهة القوة الأمريكية الغاشمة سيكون لها دور في مستقبل الأيام في هذه الحالة، وبالتالي قد نعود مرة أخرى إلى حالة الحرب الباردة بين كتلتين، كتلة تتمترس حول روسيا وكتلة أخرى تتمترس حول الولايات المتحدة الأمريكية. موسكو وواشنطن نحو تمديد معاهدة نيو ستارت النووية لخمس سنوات مقبلة، ويرى مراقبون أن هذا التمديد يعد ضروريا أكثر عندما تكون العلاقات بين أمريكا وروسيا متوترة كما هي الآن. هل معاهدة نيو ستارت النووية هي بداية لعودة الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا؟ بالتأكيد، يعني هذه بداية، مشاكلهم كثيرة بعد ذلك، لكن هذه بداية، لأن هذه المعاهدة التمديد لها يعني معاولة السيطرة على السلاح النووي حتى لا يتم التهديد بهذا السلاح لأحد الطرفين في مواجهة الطرف الآخر. والذي يحكم العالم قوتين كما قلت قبل قليل، القوة الأمريكية معها الغرب بصورة عامة، والقوة الروسية ومعها بالتأكيد الصين ومعها الهند ومعها كثير من الدول التي كانت تتمترس حول الاتحاد السوفيتي. إذن هذه المعاهدة بتمديدها، وقد بدأت المفاوضات بين الطرفين، مستشار الأمن القومي من هنا والمسؤول الأمني من روسيا بدأت التفاوض، وأعتقد خلال أيام قليلة سيصدر قرار بتمديد هذه المعاهدة. في ختام الحوار أشكرك دكتور عبد الرحيم الشكر الجزيل لمساهمتك معنا. تحياتي لكم ولقناتكم المفضلة، والشكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.